ليفربول وايفرتون بعد فوز ليفربول في المباراة السابقة 2-1 بالصعوبة جدا. النهاردة ليفربول وايفرتون يعني بنتمنى الفوز لمحمد صلاح وليفربول وتحقيق نتيجة كويسة، وان شاء الله نجمنا المصري محمد صلاح يسجل. شفنا هالاند عمال بيسجل كتير، نتمنى محمد صلاح يسجل النهاردة، واتمنى من كل المتابعين متابعتي وعمل اشتراك في قناتي، وان شاء الله اهداف المباراة على القناة بعد المباراة مباشرة. إن شاء الله أهداف ليفربول وإيفرتون أو ملخص المباراة هيكون موجود على القناة بعد المباراة مباشرة. انتظروا ملخص مباراة ليفربول وإيفرتون بعد المباراة مباشرة. أهداف المباراة وملخص المباراة هيكون موجود معانا بعد المباراة مباشرة. أحلى جمهور في الدنيا، منتظر متابعتكم واشتراككم عشان يوصلكم كل ما هو جديد.